عفسي طلع عرو خيانة عفسي طلع عرو خيانة طل يا طل يا طل يا طل طل يا طل يا طل يا طل بكرة الشعب يدوس على الظلم 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 طل يا طل يا طل يا طل طل يا طل يا طل يا طل بكرة سوريا تعدي التل بكرة سوريا تعدي التل يا بشار يا بشار يا بشار يا بشار حبسي طل ده أكبر عار حبسي طل ده أكبر عار مصر وسوريا يا بوابة مصر وسوريا يا بوابة لأجل ما يرحل الدياب لأجل ما يرحل الدياب لأجل ما يرحل الدياب مصر وسوريا الإيد في الإيد مصر وسوريا الإيد في الإيد لأجل ما يجي فجر جديد لأجل ما يجي فجر جديد عمر السجن ما غير فكرة عمر السجن ما غير فكرة عمر القهر ما أخر بكرة عمر القهر ما أخر بكرة وادي حالنا في الوراثة وادي حالنا في الوراثة حبسوا شبابنا وقالوا رياسة حبسوا شبابنا وقالوا رياسة وادي حالنا في الوراثة وادي حالنا في الوراثة حبسوا شبابنا وقالوا رياسة حبسوا شبابنا وقالوا رياسة مصر وسوري الإيد في الإيد مصر وسوري الإيد في الإيد لأجل ما يطلع فجر جديد لأجل ما يطلع فجر جديد مصر وسوري مصر وسوري الإيد في الإيد لأجل ما يطلع فجر جديد لأجل ما يطلع فجر جديد وادي حالنا بالوراثة وادي حالنا بالوراثة حبسوا شبابنا وقالوا رياسة حبسوا شبابنا وقالوا رياسة يا بشار يا بشار يا بشار يا بشار حبسي طل ده أكبر عار حبسي طل ده أكبر عار طل يا طل يا طل طل يا طل يا طل يا طل بكرة الشعب يدوس على الظلم بكرة الشعب يدوس على الظلم تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر الناس اللي شغاله تطلع قدامي فراوش الناس اللي شغاله تطلع
خش شويه كده عشان اعرف اصور. ارفع ايدك. ايش؟ يا جماعه تعالوا ارفع كده. انت جاي من جوه. هو انت هم الناس اللي عارف الحرية لطال الملوحي. ايه يا جماعه اني فيها يلا يا تاني.